موجود في الجنة إن شاء الله. أيوة السؤال ده. لماذا العقاب مسمى؟ هذا سؤال علمي مهم ما شاء الله. خذوا تتساءل تقولكم لماذا العقارب سامة؟ العقارب ربي تعالى خلقها سامة، لماذا؟ لا، لأن باش هذاك السم تصطاد به، لأن العقرب ما تشوفش مليح، الرؤية تاعها ضعيفة. ربي تعالى أعطى لها هذاك السم باش تصطاد به الحشرات، تصطاد به الفئران، كي تصطاد مثلا فئر، فأر والله تدير له السم يموت وتاكله. ربي تعالى دار لها هذه الخاصية. بصح حنا قالنا لازم تحموا انفسكم منها. السم هو ماده تصيد بها، كيما حنا مثلا نصيدوا مثلا الطيور بالبندقيه، هي تصيد بالسم. هكذا شفت؟ شنو يعني السؤال؟